صباح الخير يا متابعين، افتح الفن صباح لشركة وينزل بروكر. هقدمها لكم كريم مجدي اليوم 23 يونيو 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. طبعا ارتفاع الاسهم الامريكية خلال تداولات امس والمؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت، وخاصة بعد تسجيل الاسهم التكنولوجيا اكبر مكاسب ليها، مع تركيز المستثمرين على احتمالات المزيد من اجراءات التحفيز الحكومي حتى مع قلقهم من زيادة في حالات الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وطبعا على مستوى انحاء العالم بشكل كبير. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس حول العالم يوم الأحد الماضي، وهو مقاد طبعا الطلب إلى ملذات استثمارية آمنة زي الذهب وسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ولكن المستثمرين يتشبثوا ببعض الأمال في مزيد من التحفيز الحكومي بعد أن كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار في نفس الأسبوع، طبعا لكشف فيه إدارة ترامب عن استعدادات لخطة التحفيز في البنية التحتية. دي كانت اهم الاخبار. ما كانش عندنا بيانات نقدر نتكلم عليها خلال تداولات امس غير بيان وحيد، هو مبيعات المنازل القائمة لشهر مايو اللي جيب نتيجة اسوأ من المتوقع 3,910,000، كان متوقع ليه 4,120,000، والشهر الماضي كان 4,330,000. دي كانت اهم البيانات اللي ظهرت امبارح. النهاردة هنكون ايضا في انتظار بيان وحيد، هو مبيعات المنازل الجديدة الشهر مايو متوقع عليه طبعا 640,000 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 623,000. طبعا ارقام بسيطة جدا نتيجة الاغلاقات علشان حظر طبعا لحد من تفشي فيروس كورونا. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين اداء ايجابي طبعا على مؤشر داو جونز، ولكن كله في اطار تحركات عرضية واختناق ما بين 26,540 وال 24,980، وانا اعتقد ان الخروج من المنطقتين دول مش هيتحل غير لما سيطرة المشتريين بعد ارتفاع الامال لمزيد من التحفيز وتعافي الاقتصاد سريع، او مزيد يعني سيطرة البائعين بعد الانتشار او التأكد من انتشار موجة تانية لفيروس كورونا. في الحالتين احنا هنتابع الاسواق وهنكون مش طبعا حذرين جدا في التعامل معاه. الشارت طبعا ميال للاداء الايجابي، وده هيفضل كده معانا كل يوم بيدينا اشارة عكس التانية، ولكن هنفضل احنا ماشيين معاه لحد ما يحصل كسر حقيقي لاي من المنطقتين اللي ذكرناها لحضراتكم. ولذلك اداء ايجابي على الاي ام اي، على الفلات ترند، وجوده اعلى نقطته المحوريه 25,780، وجوده اعلى المتوسطات السعريه، طبعا اشارات سلبيه على الاستوكاستيك والسار، لان زي ما قلنا لحضراتكم بشكل عام الاتجاه العام هو اكيد محايد وعرضي، ولكن الاتجاه الاكثر توقعا ولو بنسبه بسيطه والاتجاه الصاعد، والشرط الاساسي ليه هو كسر ال 26,540 عشان يروح ل 27,10، واخر نقطه عند 27,450. مره ثانيه كسر ال 26,540 هيفتح المجال ل 27,10 وراها 450. السيناريو الاخر المعاكس هتحقق بكسر ال 24,980 وراها 350، واخر نقطه عند ال 24 فلات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اجيال متداوله ايمن، وبشكركم على حسن تابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.